في 10 الصبح في الاهلي وكمان في قناه الاهلي. بنحب ان احنا ننقل لحضراتكم يعني خطوه بخطوه ما يتم، ونحن نكون كمان حريصين على نقل الصوره او صوره حيه. فدلوقتي هنروح نعرف اخبار النادي الاهلي وفرقه المختلفه والانشطه من راسلنا كريم احمد من مقر النادي الاهلي بالجزيره. يعني كريم بنصبح عليك اكيد انا وكريم وكل دلوقتي جمهور 10 الصبح في الاهلي وقناه الاهلي بيسمعك، اتفضل. ورحب بيكي طبعا زميلتي العزيزه نهاوند، كل التحيه ليكي وكل التحيه لزميلي العزيز كريم، وصباح الخير على كل جمهور النادي الاهلي. زي ما انتم بتاكدوا بتقولوا بالفعل يمكن النادي الاهلي بيوصل استعداداته لمباراه غايه في الاهميه امام فريق المريخ السوداني اللي هتكون على ملعب الجوهره الزرقاء يوم 3 من الشهر القادم ان شاء الله يا رب. ان شاء الله كل التوفيق للنادي الاهلي في هذه المباراه، استعدادات على قدم وساق بالنسبه للجانب الاداري الخاص بالترتيب رحله السفر، التنسيق مع مجلس اداره النادي الاهلي وايضا كمان التنسيق مع موسيماني، وعلى الجانب الاخر الجانب الفني. لكن لسه عندنا بقى يعني بننتظر بقى استكمال لاعبي منتخبنا الوطني ان شاء الله باذن الله بعد المباراه القادمه مباراه كينيا، يكونوا سلام باذن الله ما بيبقاش في اي اصابات، لان يمكن الحقيقه يعني اصابه حمدي فتحي كانت مؤثره بشكل كبير جدا. اكيد عارفين طبعا الاصابات يعني قضاء وقدر بالنسبه لعيبه النادي الاهلي، لكن يعني بقيمه حمدي فتحي الكبيره تاثيره هيكون مهم مع فريق النادي الاهلي. لكن خلاص الاهلي بمنحدر، ده شعار المرحله وشعار كل لعيبه النادي الاهلي، وده اللي بنتمناه ان شاء الله ان لعيبه النادي الاهلي كل اللي متواجد ان شاء الله سواء في القائمه او على دكه البدلاء يكون على قلب رجل واحد ويكون عنده الروح الكبيره اللي بنشوفها في المباريات اللي بتكون خارج الارض. واخيرا كانت مباراه فيتا كلوب اللي كان ليها تاثير كبير جدا، وعوده الروح وشخصيه النادي الاهلي لهذه المباراه والبطوله بشكل عام. يمكن احنا شايفين طبعا يمكن تدريب النادي الاهلي في هذه اللحظات، هنتابع طبعا وكل جمهور النادي الاهلي تابع تدريب فريق النادي الاهلي. كل الامور الحمد لله ماشيه بشكل طيب. يمكن اللحظات دي بيتسو موسيماني بيجتمع مع اللاعبين، ومن قبلها كان اجتمع مع الكابتن سيد عبد الحفيظ للترتيب والتنسيق على الامور الخاصه بتنسيق في السفر. ميعاد الرحله هيكون امتى؟ السفر طبعا زي ما احنا عارفين اتحدد يوم 31 من الشهر الجاري، على ان يكون النادي الاهلي يتدرب تدريبين في ملعب الجوهره. تدريب اول طبعا هيكون في ملعب خاص، ثم التدريب الرئيسي على ملعب الجوهره، ومنها ان شاء الله تكون المباراه من نصيب النادي الاهلي. روح وجديه واصرار بنتمناها من لعيبه النادي الاهلي مع الاصابات والظروف دي بتكون دوافع بشكل كبير جدا لينا. كمان عايز اكلمكم بشكل عام على بعض اللاعبين اللي كان ليهم مردود كبير جدا في المباراه الوديه الاخيره. يمكن ذكرتي زميلتي نهاوند وزميلي كريم ان المباراه الوديه الاخيره تالق فيها اكثر من لاعب على راسهم وليد سليمان. وليد سليمان يمكن كان ممكن تقام مباراه اقوى من كده مع فريق منافس، لكن هي يمكن خبره كبيره من الجهاز الفني ان يكون ما يبقاش في احتكاكات، لعيبه تحافظ على بعض. ففريق الشباب اكيد عارف لعيبه النادي الاهلي، فالتدخلات هتكون برفق شويه، يكون فيها حذر كبير، وده امر مهم جدا. اكيد كانت رؤيه خاصه من الجهاز الفني واللي كل استفاد في الحقيقه في هذه المباراه. عدد من المصابين عايزين نطمن بيهم طبعا جمهور النادي الاهلي بشكل عام. اولهم طبعا ابدا معاك طبعا بمحمد محمود. يعني محمد محمود الحقيقه يعني قطع شوط كبير جدا جدا في التاهيل مع الكابتن طارق عبد العزيز، وده يعني يرجع لكل الجهاز الطبي الحقيقه. يعني ان شاء الله نقدر نقول من اسبوعين لثلاث اسابيع يبدا يخش تدريجي مع فريق النادي الاهلي في التدريبات الجماعيه، قطع شوط كبير جدا. ينضم له كمان كريم نيدفيد. يعني كريم نيدفيد كمان الحقيقه الفتره اللي فاتت شغال على نفسه بشكل كبير، عنده باد لك الحقيقه في الاصابه وعنده باد لك في ان هو يعود من جديد، لكن بنطمن كل مره عليه من طبيب النادي الاهلي احمد ابو عبله اللي بيقول ان هو قطع شوط كبير جدا جدا، وان شاء الله باذن الله عقب عوده الفريق من رحله السودان يبدا كريم نيدفيد يدخل بصفه تدريجيه في التدريبات الجماعيه. علي معلول ايضا والتنسيق الكامل بين الجهاز الطبي هنا وايضا الجهاز الطبي التونسي بقياده طبعا سهيل الشميلي طبعا طبيب المنتخب التونسي، اللي بنحاول طبعا دكتور احمد ابو عبله ان هو يطمن بشكل عام. كل يوم في جلسات، كل يوم بيشوف حاله علي معلول ماشيه ازاي بالنسبه له. الامور الحمد لله بالنسبه للنادي الاهلي وبالنسبه لعيبه النادي الاهلي ماشيه بشكل طيب جدا. بنتمنى ان شاء الله على مدار الايام القادمه لعيبتنا تحافظ على نفسها بشكل كبير، مش عايزين نفقد اي لاعب خلال الايام القادمه، ومنها ان شاء الله باذن الله يكون فول تيم باذن الله رايحين السودان ان شاء الله على قلب رجل واحد وبشخصيه النادي الاهلي، نقدر ان احنا نعود من هذه المباراه بنقاط تاهلنا بقى مباشره ان شاء الله. نتيجه الفوز زميلتي نهاوند زميلي كريم تاهلنا ان شاء الله باذن الله، وتبقى مباراه سيمبا لها حسابات بعيدا جدا طبعا عن التاهل. يمكن ده الجزء الخاص بالتدريب الخاص بفريق النادي الاهلي اللي شغال في هذه اللحظات. لسه بقى الجرعات التدريبيه تباعا ان شاء الله على مدار الساعات القادمه هتبان. لكن لو بننتقل بقى كالعاده للنشاط الرياضي واخبار النادي الاهلي، زي ما ذكرتوا الاجتماع الخاص بمجلس اداره النادي الاهلي، اجتماع للنادي الاهلي النهارده يكون في الثالثة عصرا. يمكن في امور عديده جدا ومناقشات عديده وهي جلسه مستمره، لكن ابرز النقاشات اللي بتخص طبعا النشاط الرياضي النهارده هيكون في قرار بالموافقه على سفر الفريقين فريق السيدات والرجال للكره الطائره في مباراه البطوله الافريقيه التي ستقام بتونس. لسه الامر ده بيتم دراسته بشكل كبير جدا، لكن النهارده منتظرين قرار يبلغ طبعا بيه الكابتن رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي لتجهيز السفر بالنسبه للفريقين. ايضا كمان بنهني طبعا فريق الكره السله الرجال بقياده الكابتن اشرف توفيق على فوزه الرائع والمميز
جدا على فريق الجزيره بنتيجه 72-64 تالق لفريق خلال الفتره الماضيه، بيتعثر في بعض المباريات، لكن يعني لسه الدوري طويل جدا بالنسبه لكره السله، فيها تركيز كبير، والحقيقه مجلس الاداره دعم بشكل كبير جدا خلال الايام الماضيه وخلال هذا الموسم بعدد كبير من اللاعبين، فيمكن الحمل كبير والضغوطات كبيره جدا عليهم، لكن ان شاء الله باذن الله يستمر النادي الاهلي سواء في الكره الطائره وايضا كمان في كره السله في سلسله الانتصارات. النادي الاهلي يمكن عنده مباراتين غدا في النشاط الرياضي، عنده مباراه الاهلي والزمالك في كره السله، وايضا كمان الاهلي وسموحه في الكره الطائره بنادي بصاله سموحه. يمكن الفتره اللي جايه فيها تحديات كبيره جدا للنشاط الرياضي، لان المباراه بتتوالى وخلاص نقدر نقول بقى مرحله الحسم بشكل كبير جدا هتكون الايام القادمه، فبتمنى ان شاء الله من كل لاعبتنا ومن كل الجهاز النشاط الرياضي بشكل عام يكونوا مركزين بشكل كبير، لان عدد البطولات ما بينهي في نهايه الموسم بيبقى عندك تحقيق عدد بطولات كبير جدا بيحسب للنشاط الرياضي ومجلس الاداره واللاعبين، لان الظروف صعبه جدا اللي بتمر على لعيبه النادي الاهلي، لكن ان شاء الله باذن الله ثقتنا كبيره جدا في كل اللاعبين، ثقتنا كبيره في كل لعيبه النادي الاهلي، ان شاء الله باذن الله تستمر في الاداء المميز اللي بتاديه خلال الايام الماضيه والايام القادمه ان شاء الله في التدريبات، ويا رب ان شاء الله باذن الله القادم يكون افضل للنادي الاهلي. انا برجع لكم في الاستوديو لو معاكم استفسارات زميلتي نهاوند زميلي كريم. طيب يعني كريم، احنا بنتابع اكيد حالات يعني لاعبينا المختلفه وعايزين نطمن عليهم، انت اتكلمت عن حمدي فتحي، لكن برضو لو تطمنا عن ايمن اشرف، لان كان يعني الملف الابرز في الفتره اللي فاتت وناس كتير كانت بتتحدث يعني ايه الحكمه في فكره انضمامه للمنتخب وهو عنده اصابه، وهو كان بيشكو كمان من الاجهاد، وبالتالي بعد انضمامه هو حتى يعني الوضع كان ان هو فعلا عنده شكوى ومش هيكمل، فخلينا نعرف منك برضو الوضع ماشي ازاي ونطمن عليه عشان الناس تبقى عارفة. اتفضل. الحقيقه طبعا يعني نقطه مهمه جدا، وهو ايمن اشرف الحقيقه القيمه الكبيره جدا، واللي ان شاء الله باذن الله يكون له دور كبير مع فريق النادي الاهلي خلال الايام القادمه وتحديدا في مباراه المريخ السوداني. يمكن ايمن الفتره اللي فاتت يمكن كان صعب ان هو يكون متواجد في المنتخب، لان شكواه كانت مستمره جدا، حتى هو في التدريبات الاخيره وبعد عودتنا من مباراه فيتا يمكن الراجل اشتكى عنده رشح في الركبه وكان عنده الم بسيط، وكمان حتى موسيماني يمكن يعني ما اشركوش في المباراه بشكل كامل لان الالم كان كبير جدا لايمن. طبعا اكيد بنترك طبعا الاختيار بالنسبه للجهاز الطبي وتشخيصه هناك مع الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني، لكن اللي انا عايز اطمن بيه كل جمهور النادي الاهلي، ايمن اشرف متواجد، يعني شفناه النهارده متواجد في التدريب، هيضع له برنامج بسيط جدا، لكن الجاهزيه الكامله ان شاء الله باذن الله لايمن اشرف هتكون غدا ان شاء الله، لان غدا هيكون في جرعه تدريبيه قويه هيشارك فيها ايمن اشرف. طبيب النادي الاهلي احمد ابو عبله اللي صرح وقال ان ايمن اشرف الحمد لله الالم يعني بيتلاشى بشكل كبير جدا مع مرور الايام ومع قرب ان شاء الله السفر اللي هيكون يوم 31 ان شاء الله، ايمن اشرف يكون جاهز بنسبه كبيره جدا للمشاركه في مباراه المريخ السوداني. نقطه كمان مع ايمن اشرف وهو محمود عبد المنعم كهربا، يعني خلاص نقدر نقول الفتره اللي جايه في اتجاه كبير جدا او الايام القادمه عقب العوده تحديدا كمان بقى من رحله السودان، محمود عبد المنعم كهربا مع انتهاء الايقاف ومع التزامه الكبير بالغرامه التي فرضت عليه من الجهاز الفني مع قرار الموسيماني بالتنسيق مع الكابتن سيد عبد الحفيظ ومجلس اداره النادي الاهلي سيكون متواجد في التدريبات الجماعيه بشكل مبدئي وبشكل تدريجي عقب العوده من السودان. يعني هي دي يمكن ابرز الاخبار الخاصه بفريق النادي الاهلي سواء ايمن اشرف وايضا كمان محمود عبد المنعم كهربا وحمدي فتحي ومحمد محمود وكريم ندفت، كل اللعيبه الحمد لله اطمنا عليهم بالنسبه للتاهيل الخاص بهم، وايضا كمان محمود وحيد اللي ماشي بشكل طيب جدا في التاهيل. يا رب بس يبعد عننا الاصابات الفتره اللي جايه زميلتي نهاوند زميلي كريم، لان محتاجين كل لعيبه النادي الاهلي خلال المرحله القادمه ومباريات كؤوس مباريات حسم ان شاء الله في البطوله الافريقيه، فان شاء الله القادم يكون افضل لفريق النادي الاهلي. بالظبط كده، وده يمكن اللي احنا قلناه في بدايه الحلقه، يعني يا رب يعني الفريق يعود ويذهب ويعود منتصر وسالم، لان احنا فعلا مش عايزين اي اصابه تاني باذن الله ان هي يعني تكون موجوده او يعني تحدث مع اي لاعب عندنا باذن الله يا رب. شكرا ليك جدا على هذه التغطيه كريم، بنشكرك. هي في حاله ايمن اشرف بصفه خاصه لا تملكي غير ان انت تقولي سبحان الله، يعني والله بكلمك بامانه، واقل تعليق طب يعني وعلينا من ده بايه؟ الكيس كريستال كلير زي ما بيقولوا، واضحه وضوح الشمس، ايه الهدف اللي من وراها؟ يعني شيء عجيب حبتين، خصوصا ان في منتخب يعني في البوزيشن بتاع ايمن اشرف ليه في كذا بديل، ولكن احنا في امس حاجه للبوزيشن بتاعه او المركز بتاعه عندنا في الاهلي، فيعني بلس طبعا قصه او قضيه الاصابه وغيره والشكوى الدائمه ان هو يعني مجهد. فعلى كل حال احنا طرحنا التساؤلات وكل المحللين كانوا بيتحدثوا والزملاء في يعني المنابر الاعلاميه المختلفه، ويمكن كمان في قناه الاهلي كتير تحدثنا في هذه القضيه، وكل الايام اللي جايه برضو هي اللي بترد او الاحداث اللي بتحصل هي فعلا اللي بترد. خليه بقى اروح معاك